حال المزيد حول هذه التطورات في الأسواق العالمية، معنا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيد رائد. إذن هذا التهديد، هذا الرد من الجانب الصيني، التأثير واضح، الخروج واضح من الأسهم، أيضا تراجعات على الدولار. عندنا تريدنج جاب أو عجز بالتجارة ما بين الصين والولايات المتحدة، يحاول ترامب تقليصه، ولكن هل مع تقليص هذا العجز إلى حوالي 100 مليار دولار ستكون النتائج سلبية جدا على الاقتصاد الأمريكي؟ إجمالا يعني الحرب التجارية لا تفيد أي من الأطراف، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، وأي أبروتش بيكون من طرف واحد فيما يتعلق بالعلاقات التبادل التجاري راح يكون له عواقب، وهذه العواقب بدأنا نراها مثل اليوم، وكان من فترة أيضا التهديدات وفرض تعرفة جمركية إضافية على السلع الأمريكية داخل الاقتصاد الأمريكي، والتهديد فيما يتعلق بفول الصويا وما إلى ذلك، واللي هي تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية مصدر كبير للصين لمثل هذه المنتجات، قائمة المنتجات الكبيرة تكاد يعني تضغط على قرار دونالد ترامب الذي يعني أقر فيما يتعلق بفرض الرسوم التجارية أو الرسوم الجمركية، وهذا يعني من الصعب جدا أن يكون هو تقليص العجز التجاري بهذه الطريقة الأجريسيف أو الشديدة. طبعا الأثر السلبي نحن بنشوف بنهاية الأمر الأمور سياسية والأمور في مفاوضات وعملية لي ذراع نوعا ما عم بتكون ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. المتأثر الأكبر هي الأسواق، سواء كانت الأسواق الآسيوية أو الأسواق الأمريكية، لا سيما وأن الصين هي أكبر مستورد للمواد الخام في العالم، بالتالي هل ترون التراجعات التي نراها أيضا اليوم على النفط، تأثر النحاس، تأثر يتراجع بشكل قوي حتى حبوب الصويا لأنه بشكل دايركت تتأثر، هل سنرى تراجع ليس فقط بالأسهم وبالأصول اللي فيها الريسك، ولكن أيضا بمعظم السلع في الفترة المقبلة؟ نحن لما بنقول في عنا ضغط ورسوم إضافية معناتها في عندي عملية استيراد أقل، بالتالي مجابهة هذا الزيادة في الرسوم، بالتالي الطلب العام تراجع. لاحظنا بعض القراءات يعني نوعا ما تشير إلى أن هناك ضعف في المنتجات اللي ذكرتي عليها، أو سواء أسعار النفط اللي انضغط عليها بالاتجاه الهابط، لأنه في تخوفات من الطلب المتراجع اللي راح يكون الفترة، أو مثل هذه الأحداث عادة يكون التأثير الخاص بها مؤقت لأنها مرتبطة بعملية مفاوضات، عملية تسوية سوف تحدث very soon، لأنه مثل ما ذكرنا هي مضرة بكل الأطراف، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التخفيف أو إعادة بناء العلاقة بشكل أفضل. ممكن فعلا العجز التجاري هو يعتبر عامل مهم دفع ترامب لتحقيق ذلك، وأيضا بعض التلويحات فيما يتعلق ببراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية من الصين والتعدي ونفي الصين لهذا الأمر، يعني ممكن يصير في بريك داون لهذه المنتجات. سؤال سريع، التأثير العملة الصينية هل سنراها سترتفع بالرغم من كل الجهود الصينية؟ حقيقة الصين بما يتعلق في عملتها كانت في الفترة الأخيرة نوعا ما تتجنب التدخل بشكل مباشر في تحكم بعملية تسعير اليوان، واليوان الضغط عليه بالاتجاه الصاعد هو نتيجة التخوفات اللي نحن عم نشوفها في الفترة الحالية أكثر من، ولا يمكن أن يكون هناك تدخلات مباشرة سوى من خلال سعر الفائدة المرجعي واللي هو بيكون محدود نوعا ما. ما أعتقد أنه راح يكون في عندنا الضغط أكبر على تخفيض قيمة اليوان بالفترة القادمة. شكرا جزيلا لك سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. شكرا.